السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كتمنى يا ربي يلاقيكم هذه فيديو بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. المهم سديت الباب حيت رويا الا شافت رينغ لايت ما يمكنش كتحماق على الا كنت كندير في فيديو كنت بغيت هي مسكينه تدوي معاك وتبغي راكم عارفين الدراري صرا كيف دايرين. اي حاجه سبحان الله العظيم كي اي حاجه كتعلقوا بها وصافي. هذا ما كان. المهم لقيت غدا خارجه، المهم صوبت شويه ديال المكياج، درت فوق بنت البوردو، راكم عارفين اللون بوردو الصراحه، مي حيت انا ما كتبتش كيبان بحال بينك، كيبان بحال الغوص غيض خلاص كلوس. انا غير مرطبه الشفايف، الشفايف ديالي باقي ما درت لا ليب لاينر لا حتى شي حاجه، حجواني خلاص كنمشطهم. وهذا ما كان كبيتاش ديالي، هادشي اللي كاين. المهم ما شاء الله نشارك معكم المشتريات. الفيديو السابق كنت شاركت معكم هاد الطوب، نتوما نوريكم البنات. كنت شاركت معكم هاد صايا الساتر، كنت جبت معكم هاد الطوب اللي كنت خديتهم هادو بجوج من كوطون. صراحه اللي كندمش اني كناخذ منها حيت فريمون عندها داكشي كاليتي البنات، صبن وعاود دجاج، عندي شحال من الحوايج ديالها فريمون زوينه بزاف الكاليتي ديالها لحقيت كاع. انا خديت من اويشو، ها انتما خديت من اويشو هاد السريويل كيف ما كتشوفوا معايا، ها انتما في البوردو. ديجا قلت لكم هاد العام اللون ديال اللون اللي دارج بزاف هاد العام هو البوردو. انا من النوع اللي كيعجبني صراحه اللون البوردو، كيجي مع البشره ديالي. الكاليتي صراحه ديال اويشو زوين. ديجا عندي هاد الكريسه، هو فين هو فوالا، عندي هاد الكري حتى هو الصراحه من اويشو، هذا غزال غزال الكاليتي ديالو زوين. ديما سبحان الله العظيم هي النوع التوب ديالها بحال كيكون رطاب ومريح الصراحه الثقال. وصافي هنايا نوريكم هنا نوريكم شنو خديت من ستار دي فاريوس. خديت هاد كريم شوكولاته البنات، هادو اللي طالعين دابا موضه القصير، هانتوما خديت شوف في هاد الباج، باج بارد صراحه غزال. كان داك اللون البني هكا، اللون البني، مي انا بغيت ناخذ الصراحه هذا اللون حيت هو اللي كيتماشى مع كل شيء. هانتوما شو كيجي زوين في اللبس. انا خديت طبيعه الحال طاي كبيره حيت ديما كناخذ طاي صغيره وكندم، فقلت لهم ناخذ طاي كبيره باش يكون مريح ليا، نحرك يدي على راحتي. ديما الحاجه اللي كتكون اوفر كتجي احسن اصلا في اللبسه. صافي عنده هاد اللعيبات بحال هكا كتسدي، كيجي صراحه مستيلي وزوين. المهم انا هذا خديته على ودي الكسيوات، على ودي بحال هاد الساطان تبغي تحطها مع بحال هاد الكومبي اللي دار ديال الساطان داك الطوب، تحطيها ديما الفوق تجي زوينه الصراحه. المهم هذا يجي مع كلشي الصراحه، سواء كان لبسه كلاس ولا كانت لبسه سبور يجي معها. مثلا هاد البوردو واخا صراحه باقي ما لقيتش شي حاجه من الفوق، عوال زعما نلقي ليها بما جا الشا، قلت نلقى ليها شي سويتشيرت هكا تكون سخون من الداخل تكون مصوفيه، مي ما لقيتش صراحه. المهم بغيت نفس اللون، ما لقيتش حتى في اويشو ما لقيتش الصراحه نفس اللون. وصافي قلت ندير معها الطوب بيض نص وفوق هاد جاكيت المشكوت، هي غادي تجي زوينه الصراحه. من غير هادشي خديت سيكان، هادو كنت خديتهم غير من الانترنت صراحه. خديت هاد الساك، هانتوما شو فن صراحه غزال، وحتى الكاليتي ديالو صراحه زوينه مقارنه مع الثمن ديالو. وخديت هذا غزال، هذا رائع، الكاليتي ديالو غزال، كلشي فيه زوين، لوين غزال صراحه تقال. ميم في الهزه ديالو الصراحه كيبان داكشي واو. نتوما تقدروا تهزو غير بحال ما كنت تحيدوا هاد اللعيبه الا بغيتو تبانو زعما كلاسي، شي لبسه هكا خفيفه ولا شي خرجه هكا خفيفه، تعرفوا ما غاديش تدور بزاف، تبقى هزه معاك هكا في ايديك ولا هكا. المهم على حسب كل واحد كيفاش كيرتاح. انا ديما كنصح في السكان اللي كيكونوا نعلقهم هكا، كاين هاد الجوي بحال هكا من اللور، تحطي فيه مثلا الكارت البطاقه ديال الطوبيس كنحتاجها بزاف، ولا شي حاجه مهمه يعني شي حاجه اللي كتحتاجيها بزاف بزاف، بحال انا كنحتاجها بزاف ملي كنكون خارجه لاكارت ديال الطوبيس هذي كنحتاج بزاف. وصافي هذا مكان كيجي صراحه زوين في الهزه، كيجي باش نوريكم كيجي صراحه زوين، شوفوا كيجي صراحه غزال وانيق. وصافي هذا مكان، هادو هما المشتريات ديالي. انا كنظن بلي غادي نلبس هاد الكومبين ديال اويشو وشي طوب من الفوق، حيت اليوم بغيت نمشي ندير البنات، بغيت ناخذ شي مشتريات الرويا، وكاين شي حويجات خصني نبدلهم الرويا، فبغيت نلبس شي حاجه لي سبور. عكس ملي كنكون خارجه انا وعادي كنمشيو شي كافي ولا شي خرجه كرومانسيه ولا هكا راس في راس، كنبغي نلبس شي حاجه تكون انيقه.
مي دابا عندي بزاف ما يدار اليوم، عندي ما يتقضى، خصها ضروري نلبس شي حاجه اللي مريحه. فكنظن هي هذا غادي نلبس، هي الاويشو الاخر هادو عزيزين عليا. ومن غير هادشي انه الجو مره سخون مره بارد، الواحد كيحير شنو يلبس. اللهم تدي معك جاكيت، وطبعا هذا ما كنبدل ديالي. يلاه خليكم معايا البنات، انا رجعت لكم نشوف الكومبي ديال هذا النهار. المهم هاد السروال اللي خديت من اويشو وصافي السويك غزال، عرفتو ما يمكنش البنات، انا حمقني. توقف توقف ما تشوهناش وصافي. هذا ما كان خلاص، وجهي ما زدت فيه حتى شي حاجه. انا غير غلوس، غلوس خفيف. ماما دا صراحه عزيز عليا، ما يمكنش. ها انتما وصافي، هذا ما كان. المهم هاد المرايه جايه بالعكس عليها، كتبانش لكم الاضاءه مزيان. هادشي اللي كاين. المهم البلاكار ديال الرويا عرفتو راه مايمكنش نظمتو مزيان، عرفتي البلاكار ديال الرويا البارح مايمكنش، كان عندي الجهد وانرجي ما نقولش لكم. وانا نوض ندردق على هاد البلاكار ديال الرويا حيت كان فغيمون بزاف ديال الخمارات، كلشي داكشي تلاح. وصافي هادشي اللي كاين، داكشي الالعاب اللي كانوا زايدين اللي ما غاتستافد منهم حتى شي حاجه، داكشي كامل تلاح. دابا خصنا نوليو ناخذ ليها الالعاب ديال الذكاء وداكشي كامل. وصافي هادشي اللي كان حبيبات ديالي. كيداير؟ الحمد لله. كلشي مزيان؟ الحمد لله فضل الله. بخير. توك شكرا والله. السلام عليكم اخواني، كيف حالك؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ايوا شفت انا بفيديو جديد. والله الا حنا خارجين باش نتغداو ولا لا رؤيا تاهي. لا نعم الدور يعني، اذا كنا بالبيت الدور لازم طلعنا ان شاء الله. شوف الرؤيا اش كدير، عجب اصلك جديد بين دفا بويني. شوفوا الرؤيا الغزاله. شوفوا كل نهار كنعطيها شي لعبه تلعب بها جديده باش ما تملش منهم ثاني تبقى وحده. فهمتي كيفاش؟ درك نخبي لها شي لعبه ولا جوج باش هكا تحيحوشهم. ثاني على الطبقيص. شوف 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 السراويل الجديد، كلشي تبارك الله. ريا هذا ماشي ديال ماشي ديالنا هادشي. لا بابي سانكالجيك مسم بردام خلجان يا ها بينما لما قالجان قال زعما ما منيش معانا شي حوايج بغينا نبدلوهم من رويا. انا بخلصنا انتما الزيونس ديالي، انتما راكم العمر. حنا وصلنا البنات، انا رجعت لكم ما مخليتش علي ورويا الفوق، وجيت هنا باش نتقدى شي حاجه في روسمان، داكشي اللي خاصني وصافي. وهذا مكان كبدات ديالي، عرفتي كنت اصلا خديت داكشي اللي خاصني وخليته واحد الله في الكاشير على ودي تاع رويا، قالت بغات تمشي للطواليت. ايوا هادشي اللي كاين. المهم خديت هنايا داكشي اللي خاصني من روسمان، حتى من بعد ان شاء الله نشارك معكم. وصافي هنا المكان البنات، خرجنا شويه نشمو الهواء حيت خصي المور، عمي ميمكنش نقضي فيه الغراض ديالي وصافي نخرج في حالات ما نبقاش فيه، ما نقدرش نبقى ندور فيه. نشوفو ريا شفت لها معايا البغرير، كندرشو البارح وشاط ليا منو شي جموجه في حال هكاك وجبتو منها معايا. وصافي هذا ما كان، خديت هذوك الغراضات وبدلت داكشي اللي خصو، داكشي اللي بدلت داكشي الرويا، داكشي اللي خديت لها من ايلسي. تنشارك معكم ان شاء الله كلشي خديت لها صراحه كسيوه زوينه في فمنا. وصافي ندور شي شويه هنايا من بعد ان شاء الله نمشيو للدار. البنات دخلنا هنايا ميكروس ناخذ داكشي اللي خاصنا. يلا يلا ما بقاش عندي، ما بقيتش كنتحمل اني نبقى نضوف في شي بلاصه، خصني شي بلاصه مهويه. هذا تهوى يلا ناخذ من هذه ديال البلديه قهوه. وي قلنا صافي حنا سدينا لا لا بروفي زوين. وصافي هذا مكان، هادشي اللي كاين. شوفوا الرؤيا كيف العرش. ما حنا ما ليش نزلنا، انا عندي قالت لي ماما اللي نزلتني، ماما اللي نزلتني. بلاتي اش يوري رسالة تبقى كيف رجلها رفتني شو رجلها، شو كيف رجلها، شو كيف رجلها عادي. طبعا على الاقل حاطه داكشي اللي خدينا. يلا
المهم البنات انايا خديت لاطي من واتسونس وخديت واحد الكريم دابا نوريه لكم. وهنا هادو خديت من روسما، شوفوا فنين هذوك الواصا، الكاليتي ديالهم زوينه الصراحه. خديتهم تخدو خديت شي 3 و 4. وهنا لاطي خديتها من واتسونس، الا داروها جديده ولاو كيديروا قهوه هما. والثمن ديالها رخيص بزاف، حيت يعني الاسمي ديال القهوه راه ولات خياليه. هو دابا كان كبيره ديالي يلا ديش الطوايط، عرفتي مشكل حق الله الا مشكل كتدخل الطويطات. ومشكلة هنا كيديروا الكود، وداروا الكود والله باغي تقدير لحس الحظ، كان واحد ورايا كيعرف الكود، قلت له عافاك عطيني الكود. هذا الشيء اللي كان كبيره ديالي انا ما كان. الله اختي الحياه والله الا الحياه. يا سلام نعاودش لكم، عارف شوف انتوا وصلوا الى الجديده، وهاد لاطي اللي كيديروا هنا بحال اسبريس لاب والله نفس الحاجه. ما تبقاش ما غاتاخذها حار بزاف، وريا ملبسه ها ريا مقشش في ليه عليا بنتي. علاش كتمثلي علاش ها؟ علاش كتمثلي انتي علاش؟ يلا وتمشى، يلا سيري، يلا سيري سيري بنيتي سير. ناش يونا علي الله يعاون، يلا الله يعاون. صافي باغا يمشي يخلينا بنتي. ها كنضحك كنضحك، شكا 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 عباد الله شكا. ها من البداية راه مازال كنفرصها. ها مابقاش جديد سارة. ها راه مازال كنفرصها. بنتي شوف دوختني ريا والله تا دوختني، شوف شنو خديت من روسمان. خديت هاد الأوميغا 3 دايم فيه التخفيض، نازل من 250 145. إلا كنتو آخدين كنتو واخدين غراض ب 40 ليرة كيعطيوك هذا فيه التخفيض. أوميغا 3 زوين بزاف، خديت منو غنجربو نرد عليكم. وخلاص ديجا أنا صافي بديت عاوتاني في الفيتامين دي، ديجا أنا بديت في الفيتامين دي وفا كيجي شهر كنبدا فيه، وفا كيمشي الصيف صافي كنحس بلي الشميسة مبقاتش بزاف وداكشي كنبدا في الفيتامين دي. زوين البنات الفيتامين دي إلا كان عندكم ناقصة ولا طاح ليكم الشعر، الوجع ديال الراس، لو بوا، بزاف ديال الحاجات السلبيه الا كان ناقص عندكم فيتامين دي. هذا الواحد قبل ما ياخذه يمشي يدير التحاليل. وخلاص الاوميغا 3 البنات راه مفيد، من افضل يتخذ هو قبل ما تنعسوا. المهم خديت منه واحد، قلت نجرب هاد لامارك نشوف الا زعما ما دارت شي حاجه سلبيه ملي ناخذ من هاد لامارك نيت. الصراحه زوينه ونيت راه كيتباع حتى في الصيدليات. هاد الشيء البنات خديت هاد ديرمالكس كريم ديال العين، دابا شي عامين وانا كنستعمل فيه، فريمون لقيتو اليوم في التخفيض. خديتو بثمن زوين. المهم هانتوما هذا راه فن البنات، عرفتي راه غزال كيرطب مزيان وما كيديرش داك الحبوب من ميلي ميليا وقيله ولا ميليلا ما عرفتش. المهم ما كيديرش حبوب من ميليا، هذوك الحباب الرقاق تحت العين ما كيديروش، حيت كاين بعض الكريمات ديجا انا جربت تقال بزاف تحت، تقال بزاف على تحت العينين، فكندير لي حبوب تحت عينيا. هذا الصراحه زوين بزاف، ومام حتى لي زانغريديون اللي فيه زوينين. وخلاص هنايا خديت الرويه هاد الكسيوه لهاد الجو ديال دابا، التوب ديالها خفيف من الفوق، لبسي معاها غير ديك الطرطقه النص، كنحيد لها الطرطقات واخا عرفتي راه خديت منهم بزاف وباقيين جداد. المهم هانتوما البنات هادي اللي خديت ليها، وشنو اخر خديت ليها نوريكم. هادشي اللي خديته قبل كان فيها شويه ديال الديفون، فيها مشيت بدلتها البنات. وهنا كنت خديت لها هاد رانيت وحده لابساها، هادو زوين بزاف هاد اللايبات رقاق شي شويه مغلاط. وخديت ليها انا نوريكم، خديت لها هاد الكيلوطات ها نتوما، راه واحد لابسه فيها ثلاثه ديال في الباك، فيها ثلاثه ديال هاد الباكسر انتوما فنين، والثوب ديالهم غزال. هانكي سي بيندين كسوه هذيك ديال ماما بو ايلاتش. وصافي البنات هادشي اللي كان، هادشي اللي خديت لرويا الناس، هادشي اللي كاين، هذا هو الفيديو ديال هاد النهار. نتمنى ان شاء الله يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. وهادشي اللي كاين كبيدات ديالي صراحه، دوزنا وقيت زوينه، خرجه زوينه، داز كلشي زوين صراحه لله الحمد لله والشكر لله. وشكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم الزوينه. يلا خليتكم على خير، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقاو. تصبحوا على خير.